أنه من الصحف والبداية مع مانشات النهار التي كتبت: بدأ من الأهمية بمكان أن تظهر مجددا معالم تشاؤم خارجية بدءا بباريس حيال الوضع في لبنان، إذ نقلت مراسلة النهار في باريس رندا تقي الدين عن مصادر فرنسية رفيعة إعرابها عن رؤيتها التشاؤمية إزاء الأداء الحكومي اللبناني إلى الآن، وقالت إن الدبلوماسي الفرنسي بيير دوكان المنسق الفرنسي للمساعدات الدولية للبنان أكد للمسؤولين اللبنانيين خلال اجتماعاتهم بهم إنهم لن يحصلوا على أي مساعدات طالما لم تبدأ الدولة اللبنانية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. ورأت هذه المصادر أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لم تقم بعد بأي إصلاح، علما أن باريس داعمة لجهود ميقاتي، ولكن لبنان لا يزال على طريق الانزلاق وقد يشهد مزيدا من التدهور إذا بقيت الأمور بطيئة، والصعود والخروج من الأزمة قد يكونان طويلين جدا في حين أن التدهور يمضي بسرعة. في إطار آخر، أفادت معلومات أن عددا من أهالي عين الرمين الذين تضرروا من الهجمة على منطقتهم سيتقدمون اليوم بدعوى قضائية جزائية ضد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعدما أكملوا ملفا كاملا مدعما بالشهادات والأدلة والشرائط المصورة التي تثبت الهجوم المتعمد على عين الرمين. ننتقل إلى الجمهورية والمانشات. أكدت مصادر وزارية للجمهورية أن الحكومة صامدة ومستمرة على الرغم من توقف أو تعليق انعقاد جلساتها أخيرا، مشيرة إلى أن القوى الحاضنة لها ليست في وارد إسقاطها لأن لا مصلحة لهذه القوى ولا للبلد في ذلك. واعتبرت المصادر أن الأزمة المستجدة حول المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت مضبوطة في نهاية المطاف بإيقاع استمرارية الحكومة، مع الإشارة إلى أن معالجة هذه الأزمة ليست سياسية بل هي من شأن القضاء على قاعدة الفصل بين السلطات التي لا تسمح للحكومة بإزاحة القاضي. وأشارت إلى أن الاتصالات المتواصلة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء بعد إيجاد البيئة المناسبة لاستئنافها استنادا إلى مخرج قضائي لا يموت مع الديب ولا يفنى الغنم، موضحة أن توقيت معاودة الجلسات هو سياسي ويحدده رئيس الجمهورية والحكومة، وأيا يكن الأمر يجب أن لا يطول نزوح مجلس الوزراء أكثر من ذلك، علما أن اللجان الوزارية تنكب على معالجة الأزمات المتفاقمة بمشاركة حتى الوزراء الذين يمثلون حزب الله وحركة أمل، وهذا مؤشر إلى أن الجميع لا يريدون الذهاب بعيدا في التصعيد. في جديد قضية المحقق العدلي، علمت الجمهورية أن مجلس القضاء الأعلى سيعقد الاجتماع الثالث اليوم في مقره. الأخبار، ننتقل إذن إلى الأخبار. كتب رضوان مرتضى إخلاء سبيل مدعى عليهم باختلاس مليارات الليرات، القضاء لا يعترف بالأدلة الرقمية. مقتطف من مقال رضوان، ضجت العدلية قبل نحو شهرين بخبر توقيف 5 موظفين جمركيين بينهم مدير عام ادعي عليهم بجرم الإثراء غير المشروع واختلاس مليارات الليرات جراء عمليات تلاعب ببيانات المركز الآلي التابع للمجلس الأعلى للجمارك على مدى السنوات. استند المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس لاتخاذ قراره بتوقيف الموظفين والادعاء عليهم آنذاك إلى الأدلة الرقمية وإلى تقرير أعده ضابط فني في فرع المعلومات يبين بالتواريخ والتوقيت كيفية دخول الموظفين إلى نظام إدارة العمليات الجمركية والتلاعب بالبيانات. هذا الأمر ولد شبهة لدى القاضي المدعي بحصول سرقة طالت المال العام، لا سيما أن التقرير أشار إلى أن عمليات التعديل تمت في أوقات خارج الدوام وأحيانا ليلا، ما عزز فرضية التورط. قاضي التحقيق الأول بالإنابة شرب أبو سمرة استعجل اتخاذ قرار بإخلاء سبيل الموقوفين من دون التوسع في التحقيق، ولم يطلب تعيين خبير تقني للتدقيق في الادعاء بأن التلاعب هدفه الاختلاس، إنما اكتفى بالاستناد إلى إفادات الموقوفين بالنفي ليقرر تركهم. ويشير مرتضى إلى أن التدقيق في الملف يبين أنه سلق على عجل من دون التثبت من الأدلة ومقارنتها، إذ لم يعين خبير في ملف هو تقني أصلا، وكان التخبط واضحا في قرار قاضي التحقيق أبو سمرة الذي بدا وكأنه يستعجل إخلاء سبيل الموقوفين قبل استكمال التحقيق، مع أن الأدلة التقنية موجودة وواقعة التعديل ثابتة. إلى نداء الوطن ومقال لغادة حليوي، البنك الدولي ينسف ملاحظات النواب على القرض والبطاقة التمويلية لا تزال رهينة. كتبت حليوي، فجأة ومن دون مقدمات ضرب البنك الدولي بعرض الحائط ملاحظات النواب على قرض 246 مليون دولار واجتزأ منه جزءا كقيمة تشغيلية لعدد من الوظائف التي اقترحها في سياق المشروع من دون مشورة الوزارات المعنية. في المقابل يسود إرباك كامل موضوع البطاقة التمويلية وسط
تضارب في المعلومات إلى حد التناقض من قبل الجهات الرسمية. آخر ما نقل عن رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني أن البطاقة التمويلية ستجد طريقها إلى النور قريبا على مستوى التنفيذ، في حين التخبط هو سيد الموقف على مستوى التمويل، وأي جهة لم تقدم كلاما مطمئنا بعد. تفاصيل أكثر في نداء الوطن ومقال غادة حليوي. نختم مع موقع النشرة. كتبت باسكال أبو نادر: أسعار السلع ترتفع بنسبة 25% الأسبوع الجاري، أين البطاقة التمويلية؟ شكل ارتفاع أسعار المحروقات أواخر الأسبوع الماضي صدمة كبيرة للبنانيين، على اعتبار أن الدخل الفردي لكل شخص لم يتعدل حتى يتماشى مع ما يحصل. في المقابل سينسحب هذا الأمر ارتفاعا بأسعار السلع التي حكما ستقفز، كما البنزين وغيرها، على اعتبار أن القيمين على المسألة يربطون دائما ارتفاع الأسعار بارتفاع كلفة النقل وسعر صرف الدولار مقابل الليرة. فكيف ستكون الحال مع الأمرين معا؟ النفط تحديدا البنزين، ورغم تحليل سعره الصاروخي صعودا، إلا أنه يعود إلى سعره الصحيح. هذا ما يؤكده نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي، لافتا عبر النشرة إلى أن على الدولة إيجاد حل لوضع المواطن. معنا مباشرة نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي. صباح الخير استاذ هاني. صباح النور. يعني قدرنا ناخذك باي زوم بالرغم من الانترنت السيء بالبلد كله، مش بس يعني بمناطق معينه، يعني عم ينسحب على كل البلد. رح نستفيد من الزوم ونسالك. بمقال النشره يتحدث يعني الدوليه للمعلومات محمد شمس الدين ان الاسعار ستزيد بنسبه 25%. هل لهذه الدرجه ستزيد الاسعار؟ شوف، اول شيء انا ما بحب اعطي ارقام هالقد دقيقه، لانه الامور بعد ما استتبت، يعني نحن ما بنعرف بعد على اي مستوى البنزين والمحروقات حتثبت. نعم. نحن حكينا سمعنا هلا ب 300,000 ليره تانكه البنزين، يمكن توصل حسب ما عم نسمع لل 400,000 او 450,000 تنكة المازوت كمان بهالامور، وهيدا اللي نحن حذرنا منه عند انخفاض الاسعار عند تشكيل الحكومه، لما كان في انخفاض بسعر الصرف وارتفاع، انه ما يصير في بعد فتره ارتفاعين. نعم. ارتفاع لسعر الصرف وارتفاع لسعر المحروقات اللي هو هلا صار، لانه نحن عم نحكي هلا بمستوى 20,000. نعم. يعني اللي هو أعلى من ما كان لما تألفت الحكومة. نعم. وبالتالي الخوف كبير أنه نشهد ارتفاعات أكبر، خاصة أنه بعد في شغلة أكثر من هيك. نعم. اللي هي ارتفاع السلع عالميا بشكل ملحوظ جدا، وهيدي بتلحظه كل الرافورات العالمية، إن كان بالشحن أو بسعر البترول أو بسعر السلع، يعني مثل الزيوت ومثل الحبوب ومثل هالأمور كلها. فعلا يعني الأخبار كلها ما بتطمن ست كلارا، يعني كل العالم صار على اللبناني للأسف، أنه فوق أنه مشكلة البنزين والدولار عندنا صار في ارتفاع عالمي بالأسعار للأسف. وعم بتشوفي مشكلة المحروقات بأوروبا، وعم بتشوفي مشكلة الغاز، عم بتشوفي مشكلة النقل، يعني العوامل اللي عم بتصير عنا منا محصورة بس عنا، عم بتصير وين ما كان. بس على كل حال نحن مش هون موضوعنا. نعم، موضوعنا بالسلع. هلا أنا بس بدي استفسر شوي. نعم تفضل، تنرجع نحكي لأن بهم الناس تعرف لوين واصلة. طبعا موضوعنا اليوم مثل ما قلنا ومثل ما طلع بالنشرة، هو المحروقات عم ترجع لسعرها، يعني مش انه غليت المحروقات، هيدا سعرها، لكن على الدولة اللبنانية اتعجل في ايجاد شبكة الامان لدعم المواطن، ان كان بالبطاقة التمويلية او بغير شيء، يعني اعادة الثقة وتفعيل الاقتصاد هن العوامل اللي حيرجعوا يخففوا من الازمة. نعم. ما فينا نضلنا نحكي بسعر محروقات ونحكي بسعر الصرف والامور مثل ما حضرتك قلتي هلا بالرابور، مثل ما عم يقروا بالجرايد، الدوله لم تقدم بعد الى القيام باي وجهه عمليه. صح، لا بطاقه تمويليه ولا حتى خطوه تجاه البنك الدولي مشان ناخذ القرض على الاقل.
نعم، بغض النظر انه انا بعول على الجهود اللي عم تعملها الوزاره، وبعرف انه الجهود جباره ولكن المصاعب كثير كبيره. نعم، عم تجتمعوا مع وزارة الاقتصاد وهناك خطوات ما ممكن أن تؤخذ في هذا الإطار؟ نعم، نحن كنا من يومين مع وزير الاقتصاد، وكنا عم يعني دائما لأن كل فترة بيكون عندنا جولة أفق مع وزير الاقتصاد لنحطه بالجو تبع المصاعب تبعنا ونشوف كمان شو الإمكانيات. لكن أنت بتعرف مجلس الوزراء معطل. نعم، وبالتالي اي جهود فرديه بده يجرب يقدمها الوزير تصطدم بتعطيل مجلس الوزراء وتعطيل الدوله بحد ذاتها. نعم، بقى الموضوع صراحه يعني ولو حتى حابب اعطي نفحه ايجابيه لكن الموضوع ما بيطمن. بس انا اللي بدي اوضحه انه الارتفاع اللي عم بيصير هو محدود الوقت الحاضر بارتفاع سعر المحروقات، وهون بدنا نعرف وين بده يوصل المحروقات لاي اسعار لحتى نقدر نحدد الكلف. وهون كمان بدعي الجميع ان كانوا يعني التجار عامه واللي ان كانوا منا قابتنا او براتنا قابتنا، نعم، بالتزام بالعدل في التسعير وعدم الاقدام الى زياده الاسعار اكثر من ما هي بتستحق. مشان هيك عم نحكي بخمسه بعشره بخمسه عشر بعشرين اللي هي ارقام ضخمه. نعم، لكن ما نحكي باسعار اكثر من هيك مثل ما عم بيصير بغير قطاعات. اوقات بنكون عم نشتري شغله من لاقيها بعد يومين صار سعرها دوب. نعم، ولكن هذا اللي عم بيصير بالمواد الغذائية استاذ هاني. يعني حتى نحن كنا ناطرين نزلة منطقية بعد ما نزل الدولار بمرحلة ومش الحال بمرحلة، هيدي النزلة ما نزلت بالسوبر ماركتس. يعني النزلة ما عم تنزل، الطلعة بتطلع والناس ما في حدا، ما ليس هناك أي من يحاسب، يعني كان من وزارة الاقتصاد أو من ضمير الناس، لأنه والتجار خصوصا لأنه يبدو ما في ضمير. فشو حلتها هيدي؟ أنت حضرتك من نقيب مستوردي المواد الغذائية، إذا أنت اللي عم بتطلب أنه يحكموا بعدل وبمنطق، والعشرين بالمية هي كارثية، يعني هن أكيد رح يزيدوا أكثر من 20%. مش على انا عم اقول انه بالعدل بالتسعير قد ما لازم يسعر، يعني بارتفاع الكلف، لانه مشان يقدر القطاع الخاص يثابر ويكفي بده يكون عنده يقدر يغطي مصروفه، ما يستلي اكثر من هيك. هيدي الشغله الوحيده اللي فينا نطلبها. اما من ناحيه الوزارات، وما عم حدها بوزاره الاقتصاد، عم نحكي بكل الوزارات، فهي معطلة وعم تفتح يومين أو ثلاثة بالجمعة صراحة. نعم، يعني حتى تخليص المعاملات عم يتأخر. وهون برجع بعول على اللي حكيناه قبل، نحن بعدنا عم نحكي بمحروقات بسعر فرص. لازم نذكر بكل المصاعب اللي عم بيواجهها القطاع الخاص بكل أطرافه، إن كان بتخليص البضائع، بإتمام المعاملات، بإتمام معاملات ضمان الاجتماعي، كل هالامور، بالصعوبات بالشحن. نعم، في كثير صعوبات عم بتصير. عم طبعا بالاخر بدها توصل على 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 كلفه السلع وبدها توصل لارتفاع. ما عم نلاقي صراحه اي عامل عم بيريح حتى نقول انه في شيء عامل بده يخفض الاسعار. وهون بنعول على الجهود اللي المطلوبه من الدوله، لانه بالاخر الدوله اللبنانيه هي المسؤولية تبعيتها أنه تقدر تلاقي بديل أو تلاقي حل للجم انخفاض القدرة الشرائية. ما فينا نحن نلجم ارتفاع الأسعار العالمية، ما فينا نلجم ارتفاع سعر الصرف. نعم، ما فينا نحن نتحكم بهالشيء، لكن فينا نحن نشتغل كدولة لبنانية، كمواطنين وكدولة لبنانية، إلى إعطاء النفحة الإيجابية وإلى تنشيط الاقتصاد، إلى التخفيف من الضغط السياسي لحتى يتحفظ الاقتصاد، لأنه هذا الحل الوحيد وما في غيره إلى تحسين الأوضاع. نعم، أستاذ هاني، حضرتك عم تتحدث إذا اعتمدنا على ارتفاع سعر المحروقات ربما سنصل إلى 20%، ولكن في المقابل تحدثت عن ارتفاع أسعار السلع عالمياً.
الناس بتقلي انت بعرف انك ما بتحب تحكي بالارقام، ولكن الناس ما بتفهم غير بالارقام، تقدر ما رح تقدر تفهم هيدا الترابط. في ناس منا هالقد قادره تركز خصوصا بهيدا الوضع، ونحن من هيدا الناس اللي يمكن ما قادرين نربط. نحن لوين معقول نوصل بالزياده اذا بين المحروقات وارتفاع السلع العالميه؟ يعني عم تسأليني سؤال كتير صعب صراحة، وما بدنا نهول على ما بدنا نهول، بدنا نعطي الرقم القريب للواقع. يعني لقلك يعني أي شخص يشوف على الإنترنت الأسعار تبع مثلا المحروقات أو برميل النفط، اللي هو طبعا مش واحد لواحد، يعني مش إذا ارتفع 10 دولارات بيرتفع، لكن بيقدر ياخد ترند، بيقدر ياخد اتجاه لهالشي. نحن لما نحكي بالشحن، كانت مشكلة الشحن محصورة بالشرق الأقصى، وهون كلفة الشحن على الكونتينر 20 قدم العادي ارتفعت من 1500 دولار إلى 12000 دولار. يعني شوف قديش الفرق عم بيكون، وهذا كان محصور بالشرق الأقصى، وتصورنا أنه هيدا تكون أزمة جزئية تاخد شهر أو شهرين أو ثلاثة وتهذا، لكن هلأ تفاقمت الأزمة وامتدت الى امريكا. يعني حتى الشحن من امريكا الى 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 يعني الى جهتنا كمان ارتفع. نعم، لما عم نحكي هذه كلها طبعا نتيجه مش الازمه بلبنان، طبعا الازمه العالميه وبعد كورونا والى اخره، جائحة كورونا. نعم، واعاده تفعيل الاقتصاد وقله الامكانيات العالميه الى لجم تحسن الطلب في البلدان. نعم، نجي فوق عم يجي هلأ فترة مواسم. نعم، مواسم هلأ ما بدي فوت بالتفصيل لأنه وقتنا انتهى، ولكن أعطيني رقم أو بحدود برسنتج قدي معقول ترتفع. أنا بتمنى عليك تسمحي لي ما حط رقم، لأنه فعلا الأول شيء الأرقام ما بيّنت، بس يعني تخطينا 25% على هيدا الحال. هلأ 25% يعتبر رقم معقول إذا بدنا نحكي بمجمع هالأشياء. نعم، لكن هيدا في قابله. نعم، في قابله انخفاض بسعر الصرف. نعم، بيقدر يخفف هالشيء. نعم، يعني نحن إذا قدرنا نحسن سعر الصرف بتحسين الاقتصاد، إذا نزل سعر الصرف 20% بيكون الارتفاع 5% على المواطن اللبناني. نعم، وبالتالي نحن اذا ما بنقدر نلجم ارتفاع اسعار السلع عالميا، لكن فينا نخفف على كاهل المواطن باعطاء بتحسين سعر الصرف بتحفيز الاقتصاد. نعم، نقيب مستوردي المواد الغذائيه هاني البحصلي، انا بشكرك لوجودك معنا، اختمنا باتصال للاسف من وراء الكونكشن، انا بشكرك و